يعني لا ما توقعتوش بالشكل اللي انا شفته. وانا مستني اشوف شويه الارقام علشان نتعامل مع الموضوع بجديه. لان احنا عندنا ارقام اللي هي جرت في عام 2014. فلازم نقيس على حاجه، يعني صحيح. احنا ما عندناش المجمع الانتخابي اللي هو موجود في الخارج، ما تقدرش تقول ده 10 مليون ده 6 مليون ده كذا، يعني احنا عندنا ارقام مجرده. احنا عندنا الارقام المجرده اللي بتاعت الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء ان عدد المصريين بره يقارب 10 مليون، 9 مليون وشويه. فهو يقارب 10 مليون، فلو احنا بنتكلم على انه من هم في سن الانتخاب في هؤلاء بتتكلم على حدود لو 60% بتتكلم على 6 مليون. فمين اللي راح من الستة مليون؟ عندك وضع تاني، هل الستة مليون دول مسجلين في السفارات والقنصليات المصرية أم لا؟ في حدود معرفتي لا، يعني كثيرين من الناس بالذات مش مسجلين. لما تبقى في الولايات المتحدة الأمريكية وحصل انك انت في ألاسكا هتبقى أقرب يعني قنصلية ليك في شيكاغو. يعني المصريين عادة ما بيبتدوش يعني يتلامسوا مع السفارة إلا لما يبتدي عايز يطلع شهادة ميلاد مثلا، يعني بقى عنده الأوراق المدنية دي، الأوراق المدنية، أو إنه يجدد الباسبور بتاعه، أو إنه يجدد البطاقة الرقم القومي. فبرضه لازم نعرف عدد المسجلين قد إيه علشان منهم. فالعدد اللي احنا عارفينه ان عدد المصريين في الخارج الذين انتخبوا في 2014 كانوا حوالي 320,000. 320,000 2014. فاحنا النهارده يعني المؤشرات بتشير المبدئيه ان هم ممكن يكونوا اقل من كده. يبقى الحماس بقى هو اللي احنا هنراقبه في الحاله دي. ما هو ده يعني شكل الحماس، شكل التعبير. يعني يبدو لي انه المصريين عايزين يدوا رساله للبلاد اللي هم موجودين فيها اولا. يعني رساله للبلاد اللي هم قاعدين فيها، بالذات اللي هم في الدول الغربيه، ان احنا نؤيد هذا النظام ونؤيد بلدنا في الظروف اللي هي عايشه فيها حاليا. لكن فيها ايضا رساله للمصريين في الداخل، لانه ده اللي في الاخر الكتله التصويتيه الحقيقيه. لانه ناخد بالنا برضو انه في الخارج في الـ 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 الوحشه اللي بتبقى عندك في الغربه، يعني بالظبط، يعني بتتلكك زي ما بيقولوا على اي حاجه تربطك بالبلد، عايز تربطك وعايز تعبر فيها. وخاصه انه في بعض الدول والعواصم الاقباط المسيحيين موجودين بشكل مؤثر ومنظمين. وبالتالي انا اعتقد انه هم يريد ان اعطاء رساله للرئيس السيسي ولمصر بانهم معاها، وانه اللحظه اللي بتعيشها مصر تستوجب ارسال رساله ايجابيه فيما يتعلق بالانتخابات، فيروحوا وينتخبوا وبشكل منظم وبشكل فرح وبشكل فيه اعلام وبشكل فيه اطفال، في رسالة قوية بالتأييد للرئيس السيسي ولمصر.